هناك من يقول ليست المشكلة في أن توقع إثيوبيا هذه الاتفاقيات، وإنما المشكلة في أن إثيوبيا هي من وقعت هذه الاتفاقية، فهناك خلل في هذه المعايير، هناك ازدواجية، هذه مسألة معقدة ومتداخلة في حقيقة الأمر. هناك أياد تمتد لأجل أن تخلط الأمر وتشبه على الرأي العام وتقول بأن إثيوبيا هدفها أن تحتل، هدفها أن تعتدي وتنتقص من سيادة الدول، ويريدون أن يصوروها بهذا النهج. قلنا لهم أننا نرفض أن تكون إثيوبيا شاذة عن هذا العالم، أخبرونا عن هذه الكيانات التي تتعامل مع هذه الأقاليم أو مع هذه الدول التي ترون أنها دول انفصالية، التي ترون أنها لا تحظى بأي اعتراف. فإذا ما جرمتم التعامل الإثيوبي فحتما أنتم تجرمون كافة هذه الكيانات والدول التي لديها ممثلين دبلوماسية، اقتصادية، تعاملات تجارية مباشرة وغير مباشرة.